مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بتغطية خاصة لفعاليات الاسبوع الاخضر ببرلين، هذا الحدث العالمي اللي بتشارك فيه مئات الشركات التجارية من مختلف الدول. نحن اليوم متواجدين لحتى نتعرف على المشاركة العربية ونشوف الدول المشاركة، خليكم معنا. المغربية؟ الطريقة المغربية تختلف عن القهوة العربية الثانية الشرقية مثلا السورية اللبنانية، فيها جنجبير، فيها الإبزار، فيها الهيل، فيها القرفة. نرجع نعيد، هي المكونات زنجبيل، قهوة عربية مع زنجبيل، وفيها قرنفل. فيها قرنفل. يعطيك العافية، نحن حابين اليوم نتعرف من حضرتك عن المشاركة المغربية بالأسبوع الأخضر ببرلين. اليوم المغرب بشو مشاركة؟ المغرب مشارك بالمنتوجات المجاليه اللي عندنا الحمد لله في بلادنا، اللي هما عندنا ارغان، عندنا انواع ديال الكسكس، الكسكس المعروف في الصحراء المغربيه اللي هو كسكس خماسي. شو هو الهدف اليوم من مشاركه المغرب يعني بهيك حدث عالمي، حدث عالمي ومميز ومعروف والاقبال من جميع الدول عليه، شو الهدف اللي بتسعوا له من خلال المشاركه اليوم؟ نعرفوا اولا، هي نعرفوا بالثقافه والاصاله المغربيه والضيافه تاع الشعب المغربي. هنا الحمد لله كل يوم عندنا تو كوكين شو بير داي، اللي كنوريو للناس مطبخ مغربي وكنفرقوا الاكل فور فري. عم تعمل حضرتك؟ انا جاي من تونس، نعم بسنة تقليدية الفخار التونسي، ونكتب نصنع كعبة ونكتب عليه اسم بالعربي، هم ألمان يسمون اسم بالعربي. مكونات يعني تراب وماي صح؟ هذا مكونات تين، تين من تونس. هذا التين جايبه من تونسي وحط فيه ريحة، فيه ريحة ياسمين. صحيح، كنت حقول لك في ريحة حلوة. شو بتحكي لنا عن مشاركة دولة عربية بهيك حدث عالمي ومهم على الصعيد التجاري؟ مهم ياسر، مهم أن الدول العربية تجي تشارك في معرض كيما معرض برلين، هذا كبير ياسر، علشان باش نسوقوا الصناعة التقليدية العربية بصفة عامة. احنا من تونس لكن الصناعة كل شيء، ونوريه اللي احنا عندنا حاجة بها. مشاركة تونس اليوم شو مشاركين؟ يعني من صعيد المأكولات، الحلويات، شفنا هلا الحرف اليدوية. تونس عنا في الستون الآخر عنا الماكلة التونسية اللي زاد يحبوها ياسر، واحنا مشاركين بالصناعة التقليدية اللي يحبوها الألمان ويحبوها في كل الأماكن، الصناعة التقليدية اللي تجلب السائح، وزيدوا نكملوا نعرفوا بتونس. إذا مشاهدينا الكرام، رغم المشاركة الخجولة للدول العربية بهيك حدث عالمي، إلا أن الدول الموجودة اليوم استطاعت نشر الثقافة العربية من خلال الأكل، الموسيقى، وأيضا الحرف اليدوية. عبد الرحمن عبد الحليم، ماي تي في، برلين.